السلام عليكم، كيف حالكم؟ اليوم عندنا مراجعة لداش كام، بنشوف وضعها اللي هي 70 ماي A510، كاميرا أمامية وخلفية بسنسرات سوني، بنشوف جودتها الآن على أرض الواقع. التركيب سهل، لو ما عرفت تروح أي محل زين يركبها لك. وفي قطعة 70 ماي 4G، قطعة شريحة تشبكها فيها بحيث أنه تسوي باور لداش كامك، وبرضو عشان تراقب وانت برا البيت يكون في نت دائما في الداش كام. يعني نشبكهم زي ما هم بألوانهم، أصفر أحمر أسود، لأن أنا شابك الأصفر في فيوز سويتش طقة لما تفك السويتش بس، وهذا الفولتج 12 فولت 24 ساعة الأحمر على البطارية يعني، والجراوند مسمار سالب في البدي يعني. الزبدة سهلة، أي محل زينة تضبط لك الدنيا لو ما تعرف. طبعا في خاصية من البرنامج لو شغلته انه ما تشتغل طول الوقت لما تطفي السيارة، تحافظ على البطارية ومدريش، في خيارات له، بس انا لا، قررت اني ما اخليها تشتغل وقت ما تطفي السيارة. يعني الفيوزات اخترت الفيوز السويتش نفسه وحطيت الاحمر والاصفر مع بعض كذا، دمجتهم وشبكته في ذاك الفيوز، فخلاص الداش كام ما راح تشتغل الا لما تشتغل السيارة، فعادي بتسوي زي براحتك يعني. الداش كام جودتها ممتازة صراحة، بتصور 3K امامي و1080 بي ورا، سنسورات سوني ستارفيس 2 5 ميجا بكسل، بيدعم ال HDR، الإضاءة في الليل طيبة يعني تتصور بشكل واضح. الفورجي هذا يمكن تحسه بشيء عادي، لكن صراحة له فوائد بسبب الشريحة هذا، فخلاص تقدر تراقب فعليا ايش قاعد يصير في ذي السيارة، سواء موقعها فين، يجيك اشعار لو واحد صقع السيارة وهي واقفة، لانه في الاعدادات بتشوف خيار تصوير 24 ساعة وزي كذا، بتشوفه قدام لما ابحث في الخيارات. طالما انه في نت خلاص تقدر تشوف الداش كام لايف فين راحت فين جات السيارة، وبرضه فايند ماي كار انه اذا ضيعتها تستفيد وين وقفت سيارتك بسبب انه في نت 4G. الان لو نضغط على تطبيق 70 ماي راح يودينا على التطبيق اللي فيه داش كاماتك جميع انواعه، راح تلقاه هنا، راح يجيك على طول ابجريد، سوي الابديت هذا مهم جدا، اخطاء كثير تصلح، فنصيحه لازم تثبت التطبيق تدخله اول مره، ابجريد ناو راح يسوي لك، شوفوا يحمل التحديث، باختصار تحدث على الداش كام، فالان قاعد يحمله، هذا هو 61 ميجا اخر تحديث، خلاص الان بوش تو داش كام، يقول لك اتصل فيها عشان تاخذ التحديث من هنا تودي عليها، هذا هو اتصل فيها، ندخل عليها وتقدر هنا تلعب في الاعدادات زي ما تبى، لان ما تطفش ضبط اللي تبى تسويه. عندك المانج 4G موديول اللي هو الجهاز هذا، خلينا ندخل الحين نشغل بلوتوث، طبعا الجهاز اللي هو هذا شفتوه، هذا اللي تضغط فيه زر هنا، هذا وظيفته عشان لو انت مثلا برا البيت تبى تتتبع مكان الداش كام، او تبي تشوف المنظر الان وانت برا البيت بعيد عن السياره اطفالك هنا، تحتاج هذه الاداه عادي حقت الجوالات المعروفه، ما يحتاج لها شرح، تجي من هنا وتضغط هذا الزر الصغير زي ما انت شايفين، فكناها بكل بساطه. الان راح افك السيم كارد اللي هي الشريحه، اي شريحه بيانات 4G عندك زي ما انت شايفين، هذه هي السيم، الان رجعها، شوف كيف، خلاص. فبعد ما تشغل بلوتوث راح تدخل مره ثانيه على المنطقة هذه، يقول لك اهو، بكل بساطة سهل الشرح، الاس دي كارد الان في نفس الجهاز ذا الدائري، يقول لك انه شغلها، احنا مشغلينها خلاص، فكذا انت قاعد تسوي توصيل ل اوكي، عشان كذا لازم تشبك جهازك الجوال، لازم تسوي ذي الخطوات، شوفوا لقى تحديث للجهاز هذا، فنسوي له ابجريد الان، نحمله خفيف 5 ميجا خلص على طول، الان بوش كونكت فحدث دحين، وكذا جاهزين يا جماعة الخير، اهو بوش، تتأكد مرة ثانية لازم تضغط الازرار هذه، اهو دحين قاعد يرسل التحديث. الان انا على واي فاي البيت زي ما انت شايفين فوق في الايفون من بيتي، يعني انا ماني شابك دحين على، ما عندي هنا شريحة شايلها، فالان الاعدادات من واي فاي البيت، حلو، الان نشوف كيف، نكست نكست، شوفوا راح يقفط السيم كارد اللي انا حطيته هناك، كله تمام كله صح، خلاص كذا الامور طيبة، اوكي الحين قاعد يقرا بيانات السم، شوفوا كيف صارت لمبه خضراء، شايفين قبل شوي برتقاليه، الان متصل خلاص الفرج، انا الان من بيتي شوفوا اونلاين اخضر، من برا السياره اقدر اتفرج على كل شيء يصير جواتها، شوفوا فيكل لوكيشن، تشوف فينا بالضبط في اي مكان بالضبط، بس انا ماني مفعل الا هذا، عادي من هنا تسوي انابل ويبين كل شيء عنك فين مكانه، يعني انا اقدر استخدم الدش كام بدونه مو لازم ترى عادي، لكن هذا في حاله انك انت بتراقب الداش كام وكذا، حلو، انا عن نفسي عادي ما راح استخدم، راح استخدم داش كام طبيعيه تصور امامي وخلفي، وراح اخذ الاس دي كارد او اللقطات من نفس التطبيق. زي ما انتم شايفين هنا ماشيين في خط، هذا الداش كام لايف تصور من الالبوم، تقدر تاخذ اللقطات والكاميرا شغاله عادي،
تقدر تشوف اللايف لغة عربية، كل شيء واضح قدامكم، في انجليزي وعربي واي شيء يعني تقدر تختار اللغات. الكاميرا الرئيسية زي ما انتم شايفين اللي هي الامامية، والكاميرا الخلفية تختار وتشوف وتقدم وترجع، كله من التطبيق سهل وسريع. بخصوص الاعدادات انا افضل انكم تقلدوني هنا، هاي كومبريشن تخليه اول خيار اللي هو الفيديو انكودينج، والريزولوشن هنا في 2K وفي 1080p وفي 3K اللي يريحك. اختار 3K لانه تاخذ اعلى جوده انت قدر الامكان ورا 1080p. الفيديو كليب 1 مينت يعني كل دقيقه يصور، هذه افضل اعدادات انا اشوفها، يعني ريح راسك عشان بالدقائق ترجع للقطه دقيقه دقيقه، تحفظ الوقت في وقتها، اي شيء يصير لا قدر الله على طول تعرف الدقيقه بالضبط. خلي السرعه، خلي الجي بي اس، الامور هذه مسجله حلوه عشان تستفيد اكثر في اللقطه نفسها. اذا انت الفييكل باتري هذا مشغل على الفيوز 24 ساعه تشغل تصور، نصيحه حطه على انه يحفظ البطاريه، نفس الخيار اللي انا حاطه، لكن انا في كل الاحوال ما راح تشتغل الداش كام لاني من الفيوز اصلا مخليها بس على لما تشتغل دوك سيلف، فهذه نصيحه على السريع يعني. والستاند باي مود والامور هذه براحتك، اذا تبغى خلفيه تطفي الشاشة، ما تبغى تقعد شغالة عادي طفيها بعد 30 ثانية يعني تطفي الشاشة بس. سوي كالبريشن للوقت، سوي يعني هذا الخيار اللي أنا سويته هنا عشان يعاير الوقت صح بنفس جوالك. وباقي العدات قدام عينكم يعني. يفضل أنك تضغط زر الفورمات أول مرة كذا بعد ما خلاص ركبت الداش كام والإس دي كارد، عشان الفورمات دائما يصلح مشاكل إيرورات كذا غريبة. هذه هي جودة الداش كام قدامكم في الإضاءة النهارية بشكل عام، اللوحة بتبان بهذه الجودة زي ما انتم شايفين بمسافة متوسطة، كل شيء واضح قدامكم الكاميرا الأمامية. هذا في الليل ممتازة صراحة، في الليل يعني إضاءة طيبة، كيف واضح كل شيء. هذه الكاميرا الخلفية الآن برضو أمورها طيبة، بتصور لك أي شيء يصير لا قدر الله من حادث، هذه هي الجودة قدامكم كويسة. أخليكم مع باقي اللقطات عشان تسمعوا الصوت والمايك وكذا، ونرجع لكم من نهاية المقطع. شعرة مو طبيعية، شوف ايش سوت. جميع الرابط راح تلقوه في الوصف، هذا هو المتجر مكعب، تلقوا الكاميرا تحطها مع الجهاز هذا حق الفورجي من 70 ماي، كله راح تحط كود خصم دحكار راح يخصم لك مبلغ قدره، بالتوفيق لكم يا جماعة الخير. وبس هذه كانت مراجعتنا عن هذا الداش كام، يعطيكم العافية، شكرا لكم، السلام عليكم.